السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الله من قناة عبد الله اند ايد جيمر، واليوم هتكون معنا لعبة فورتنايت. هنلعب بطولة الـ LTM تورتمنت فلوريز لابا. في يا شباب بطولة اتفتحت دلوقتي تقريبا من 4 دقايق بالضبط، اتفتحت البطولة يا شباب، فهنلعبها معاكم اليوم. نفس ما انتم شايفين هي عن جيم فلوريز لابا، بس بطولة الـ LTM سولو، فانا هلعبها معاكم اليوم. بس قبل ما نبدأ البطولة خلينا نروح نشوف قوانينها وكل حاجة، نشوف لو مبين الجوائز او اي حاجه. طبعا انا ما لعبت ولا حاجه، ودول الناس اللي لحد الان جابوا نقاط. طبعا في ناس وصلوا الان ما احنا نقاط ما شاء الله، فاحنا هنبدا على طول على طول يا شباب عشان نلحق ونجيب لنا نقاط. يلا بينا يلا بينا، كل ما نبقى اسرع في اللعب كل ما نحاول نفوز يا شباب وناخد المركز الاول. ففي البطولات ديت بالذات الفلورز لافا يا شباب في ناس محترفين جدا جدا جدا، وطبعا انا كمان بشكركم على الدعم اللي انتم عاملينه للقناه. ما كنت متوقع ان احنا هنوصل للمستوى ده ابدا من بدايه القناه ومن اول مقطع ومن اول لكل حاجه ابدا يا شباب، ما توقعت. شكرا ليكم جدا وعلى تفعيلكم للقناه ولكل حاجه. فاحنا حاليا بنخش، هي عباره عن الفلورز لافا زي ما قلنا في البدايه وزي ما هي مكتوب. فعشر ماتشات بس يا شباب نقدر نلعب، هنشوف على قد ما نقدر نلعب فيها كم هيكون. واتمنى انكم تشوفوا مقطع فورتنايت الكريتيف اللي انا نزلته امبارح، نزل الساعة 8 واليوم ان شاء الله ينزل لكم فيديو كمان. ولو ما نزل اليوم فيديو من الساعة 10 للساعة 8، من 8 ل 10 قصدي، هينزل لكم بكرة مقطع. لو ما ينزل اليوم مقطع من الساعة 8 بالليل للساعة 10، يعني هينزل المقطع ده بكرة بالضبط لو انت شايفه دلوقتي. في ناس عندهم سكنات الكورة، والله الوضع يخوف، ده الناس ما بيرحموا ابدا ابدا، ما بيرحموا الشباب الناس بتاع سكنات الكورة بالذات. انا ما بعرف اي حلو بالماوس والكيبورد. عندنا هنا الناس شت ايه، واحنا مستنيين الجيم يبدا. في واحد قافل على الحيطه بتاعتي ابعد ورع وات سدش بقى، عمل دجل كل طلقاتي الا واحده اخيرا. لا ايوه دخلنا دلوقتي الباص يا شباب. افضل مكان انك تنزل فيه هو ستيم ستاكس والمس تيم ستوز وليزي وكمان الزا سبرايت زا سباير اظن زا سباير، دول من افضل الاماكن اللي تنزلهم عشان هم هاي شوية. بس انا الناس كلهم هيتجمعوا هناك، فانا هنقل نفسي شوية واستنى لغاية ما يجي اللافا. ف هنزل مكان بسيط مش ليزي، هو هنا مكان بسيط هنا كده يا شباب اقدر الوت فيه. اوه ده مكان جديد ده ما شفته، لو ما حد نزل ده هنزل. اه لا في ناس عليه، فسيبه وهنزل هنا. وفي شست على الطرف هنا برضه في نفس الوقت، وهناك في شكل سلاح. مكان بسيط يا شباب وفي ماتس كتيرة اقدر استعملهم. عندنا سلاح ازرق في البداية، هما الأسلحة يا شباب أزرق وفوق، يعني ما ينفع يطلع لك يا أخضر أو رمادي. احنا لحد الآن سنايبر و اس ام جي طلعنا ونكمل. عندنا شست هذا حلوة، بالونات حلو، بالونات يفيد جدا جدا عشان اللافا لما تبدأ تطلع. أوه حلو نقدر نستعملها. احنا عندنا أول ليجندري ده يا شباب، يلا ما حظنا. لو طلعت حاجة حلوة حطوا لايك واعملوا فولو وحطوا كومنت حلو. قول لي جرابلر وايكي كل ده يا شباب يساعدني جدا في البطولة جدا جدا يعني. ويلا يا شباب حطوا اللايك حطوا فولو كله حلو فعلا يا شباب، اسلحة حلوة جدا وتساعدنا عشان نفوز البطولة. طبعا انا لحد الان سلاحين، نحط 2 بالونة وناخد الجرابلر. شفت ملحة البالونة ما في مشكلة. طبعا في ناس بيلد فايت هناك. وات اوه في واحد ضربه بالرايفل،
وانا اقول له ليش ما كده يا شباب، في واحد شكله ايه ونار في البطولة دي. قوم عشد ديم شباب، والله دمه قليل جدا، كان ماتش حلو جدا. هنعمل ريدي يا شباب ونخش الراوند اللي بعده. جبنا نقطة واحدة لفوزنا في الزون، فنخش الجيم اللي بعده ونحاول نجيب حاجة فيه. ده شباب كان لو ضربة واحدة بس يموت، لو كنت اجيب وايد شوت ليكون حظ حلو جدا جدا. فهنحاول، جبنا نقطة واحدة لحد الآن في البطولة ونكمل. بتعمل الريدي وهنخش دلوقتي. اللافا بدأت تطلع عنده. ايش انتوا شايفين دلوقتي يا شباب، احنا لعبنا ماتش واحد ونقطة واحدة. فيبدأ يعمل ريفرش لمستوياتنا. ناس ما انتوا شايفين 1 من 10 دلوقتي، ونكمل فيه ونحاول نفوز البطولة. هيدخلونا دلوقتي ونكمل. طبعا البطولة دي كانت اليوم اللي لعبها يكون الصراحة محظوظ، لان انا بالذات يعني البطولات دي ممتعة جدا وحلوة. وهنا يا شباب وفي ناس متجمعين هنا، خلينا نخش معاهم. وقال باص، طبعا ستيم ستاكس جنبينا فهنروحها لانها مكان عالي ونقدر نجمع فيه حاجات. لحد الان معانا نقطة واحدة والكل اظن بنقطة تانية. السلام عليكم شباب، هننزل ستيم ستاكس. يا من ممكن نيجي هناك ومن ممكن نيجي هناك. شوفوا هنا يا شباب، هناك من ممكن تلاقوا شيس لجندري، فانا بفضل هنا وبعديها بمشي هنا كده وارجع. دايما هنا يا شباب مرات بلاقي 3 لجندري شيستر. طلع لنا شيست عادي بس يلا ممكن يطلع لنا حاجة حلوة، وطلع لنا اوزي وطلع لنا ليفر هناخده. هنا متكت معنا، هنا سلاح SMG ميني حلو جدا. لحد الآن وضعنا يا شباب في البطولة حلو جدا، وهنكمل في الوضع ده. وعندنا هنا فوق شست وطلع له، في واحد معنا في البيت يا شباب، الريفت فيش. هخلي الريفت فيش يا شباب دي معايا 100% استعملها، 100% نستعمل فرق. الرفت فش دايما لازم الاقيها هناك. شباب في واحد اروح بيها واروح. شباب في ناس، في ناس ورا الحيطة دي. شباب شباب اوف 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 شباب، والله ضربه محظوظه مني. شت محتاجين نرفت في الشباب. هنهرب دلوقتي لان انا كنت هموت في اللحظه دي، بس قدرت اهرب. هو كده هياخد الرفت برضه ويجي ورايا. لسه ما تشوفين شباب بيجي ورايا عشان يقتلني. الشباب ده متحمس جدا يا تيمي. اوف شباب والله والله دمه كان ممكن ضربه ويموت. الهيد ده كان يفترض يعطيه وان شوت، بس كان من حظه انه ده شفت، او اظن انا اللي شفته بالغلط. يا الله كان قريب جدا اقتله. هو حاقد عليا من اول الجيم، نزل ورايا وبقرا ورايا في اللافا طلع لي. لا
جيبين نقطتين لحد الآن ونكمل. هننزل مكان شوي يبقى فيه ناس بسيطين عشان نقدر نجمع لنا كم نقطة بسرعة. في ناس نزلين. وحش جدا. اوه ده سكن السكر الشباب اللي لقيته في اللوبي. دول من الناس اللي كنا متجمعين عندهم. لحد الآن لعبنا ماتشين من 10، جيمين من 10. طبعا اللي يفوز هياخد السكن الديناصور. لا لا مش سكن الديناصور. ده صورة البطولة بس. طبعا هما لسه ما طلعوا السكن اللي هنفوز. يمكن ما في جايزة، يمكن بس بالفلوس. يمكن يجيلنا بس فلوس وخلاص. طبعا أظن هيجيلنا $9 بس. $9. أظن يعني بيعطوا شباب السكن ده سكن سويت، يعني ده هيشحط ما يشحط. السكنات دي سوبر هيرو وناس محترفين. طبعا اللافا هناك مجهزة نفسها شباب في المنطقة دي. موجودة اللافا أصلا. إلا في الناحية اللي لسه ما بيكون اللافا، الظروف كله لافا، ظروف اللافا. فشباب هننزل مكان بسيط المرة دي، ما ههجم على طول. ده في واحد هنا قدامك، هنسيبونه وشوف. هيفضل جاي وراك. ما أظن البينج هيكون فيها حد كتير أو ناس كتير. نزلنا وبينك، ما في ناس كتير، بس في عندنا اثنين هناك. أظن اثنين بس أو ثلاثة. هما يا اثنين يا ثلاثة، بس شكلهم أربعة. بس أظن اثنين أو ثلاثة. فين في شيست؟ طبعا شباب المنطقة دي لوتها قوي، تنزل على الروف يطلع لك شيست وتكسر لتحت. يطلع لك شيست، تبص على يمينك يطلع لك بتاعت الفلوبر، تبص هنا هتلاقي لك شيست برضو يا شباب. تفتحه. خلينا نهيل من الصباح الأول. هنهيل شيستنا يا شباب. وفي شيست تاني موجود بس نخلص تهيل ونركب أسلحتنا. بين ثلاث نقاط مفيش استات تاني كتير جدا شباب، صعب انك تاخدهم كلهم. فالبيت ده كتير حلو. اوه سكار محظوظ اللي يقتلني، محظوظ جدا جدا انه ياخد سكار. مفيش استات. اوه ماي جاد والله شباب ده الحظ. صدقوني انا متاكد اني هموت بس محظوظ اللي هيقتلني. قلتلكم الماب يعني المكان ده اسطوري والنار. ودلوقتي يا شباب هنكمل، انا الكاميرا قفلت مني فالسيد ابوي منتبه. وجبت كل نيت الجدباك واللغة بدأت. اعوذ بالله لسه ما خلصت كلامي الاحترام. هنجمع ماتيريالز على السريع يا شباب عشان انا ناوي اعمل سكاي بيس. لانه ليه الجدباك يعني سكاي بيس؟ نيت الجدباك يا شباب، فحاول اعمل سكاي بيس. انا كنت عارف انها موجودة الجدباك بس ما هخلصها، فتشتغل لوحدها. شباب السكاي بيس اظن بالموارد دي ما اظن ينفع. ما اظن هو يعني تبع المواد. شباب دلوقتي يا شباب هنكمل. في واحد عندي ولا طلع يا شباب. اي مخان يعني خلص انا استسلمت، انا قفل اللعبه دي يعني ما هلعبها تاني. وات شباب الناس بهو سويت يا اخي لعبه يعني. خلاص مليت شباب، سلام عليكم. فأظن كده بقى لنا 4 أيام أو 5 أيام باقيين نكملهم. أنا ممكن نلعب نصهم لأن الصراحة كده كده شكلي ما هفوز ولا جيم. ما في أي فايدة تجربة. ده بنت الزومبي ده صح؟ أوه ضاع طقطق عليه تاريك. أوف ده معاه بومب يا شباب. ده 100% ده. اوه ماي جاد
كفو 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 جيجي اسطورة الاساطير المعرقين. وماسكار لعبنا 5 أيام يا شباب وهنكمل شوية أيام وبعدها تكون النهاية. ولو حبيتوا فيديوهات بطولة وحاجات تانية وأنا أنا طبعا عندي رومين، عندنا رومين شباب ببجي موبايل، لو عندكم أي أفكار قولوا لنا عشان نعملها. فنخش الجيم دلوقتي. الصراحة شباب أنا عن نفسي أنا متأكد إنكم مليتوا الموت. انا ما بعرف العب جيمات عاديه، بعرف العب كريتيف بس لا حد يظلمني، انا كريتيف وورير. ماني دخلان اتدرب شويه على ايامي في الناس. شوف شباب يا مخره على الكنترولر احسن ايامي بس انا خلاص احسن سويت معها. بس نجرب تقييم كده شباب، ما في فايدة بالتدريب، فشل. هندرب على سنايبر، ما في فايدة. ايش بتعمل؟ بما ان النت اصلا مش حلو كمان بنفسه يعني. يا شباب شفتوا ماجد؟ متأكدين ماجد؟ والله النت بجد وات؟ البنك كام 15 وانترنت معفن، ما اعرف ازاي. بس هنحاول نوصل على الاقل 20 نقطة يا شباب، واللي هي مستحيل نعملها اللي ما هقدر اعمل. البوجي بوم هينفعني كتير، فانا محتاج ادور بوجي بوم لان انا جبت كلب البوجي بوم. البوجي بوم نزل سليربي او ماي جاد وات ذا هيك، كلهم فوق يا شباب. بطلع ولا سلاح، بطلع ولا سلاح شباب. والله مسكين تعب تعب لغايه ما يبقى فرصته انه يطلع فوق وما طلع ولا سلاح مسكين. ويا شباب دلوقتي انا هدخل اخر جيم في البطوله، فطلعوا لي اوتوماتيك عشان كنت بعمل حاجه. هدخل اخر جيم في البطوله وده هتكون نهايه المقطع. بنعمل الهوب دلوقتي اظن، ما عملت ريدي انا، كنت بعمل حاجه. ودلوقتي يا شباب هندخل اخر جيم في البطوله واحنا حاليا 10 نقاط الحمد لله يعني شباب. ولو خسرت في البطوله انا فرحان اني قدرت العب فيها. دلوقتي هنستنى يدخلونا. فهيدخلونا دلوقتي البطولة يا شباب ويكون ده آخر راوند. لو حبيت يا شباب فيديوهات فورتنايت عمار وعيد هم اللي يعملوها جيم بلاي يعني، اكتبوا لنا في الكومنتات احنا كده كده هنعمل لهم. بس لو حبيتوا يعني فكره يكون في الموضوع يعني تحدي هم بيلعبوا اكتبوا لنا عشان نعمله. هننزل شباب مكان لآخر ماتش، مكان صعب جدا او مكان مليان محترفين اللي هو نفس ما انتم شايفين اللايت. وهنا دول اماكن مليانة خشب ومليانة موارد عشان كده الناس بيروحوا لها بالذات اللايت شباب. لو ما قدرنا نوصل اللايت هنروح هناك اظن نقدر. لا لا في واحد كان وصل فوق ولا دي نوصل. شفتوا يا شباب اوف 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 شباب شباب وات شباب متنا في اخر ماتش لينا بطريقه غريبه جدا يعني. ايمو كان حلو ده اكيد كنت متاكد انه هيكون مع البيكاتس ده والسكين ده
لأنهم هم يعني الناس السويتس هم اللي بيعملوا الحركة دي بس. حذر يا شباب، هو بينزل عشان ما يحصلوش حاجة ويبقى الموضوع كارما. فنكون هنا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا اللايك والشير والكومنت، ولو عجبكم فيديوهات زي ده اكتبوا لنا في الكومنتات، ومع السلامة.